ازيكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، والنهارده مقارنات التاريخية اللي هعملها ان شاء الله على القناة هنا، وهي مقارنات غسولات البشرة او الغسولات بتاعت البشرة الدهنية باختلاف انواعها. معايا 4 انواع وهتكلم عليهم باستفاضة، واقول لكم تجربتي معاهم سنين وشهور. فكملوا معايا الفيديو لحد الاخر لو انت حابه تجربي او عايزه غسول مناسب لبشرتك الدهنيه. جربي معايا كده واتفرجي معايا الفيديو لحد الاخر، وما تنسيش، استني كده، استني، ما تنسيش تعملي مشروب تشربيه معايا كده علشان نكمل الفيديو واحنا مبسوطين، وانت كمان تبقي قادره كده تكملي معايا لحد الاخر. ولو اول مره تشوفي معايا القناه اعملي لي سبسكرايب للقناه، واعملي لايك للفيديو وكومنت زي السكر زي. يلا يا بنات، انا هبتدي بالاقدم للاجدد. اوكي، انا تقريبا اول حاجه استخدمتها لبشرتي لما عرفت انها بشرتي دهنيه وبتطلع دهون وبتطلع حبوب، استخدمت كلين اند كلير المقشر ده، واستخدمت الغسول بتاعه. بصراحه نفعني جدا وكنت بحبه جدا جدا، وبصراحه كان بينضف لي بشرتي وكمان بيديها انتعاشه كده، وبحس انها مش مليانه دهون وانها صافيه، ولكن كان بينشف البشره سيكه. خلينا متفقين، اي غسول البشره الدهنيه، لان انا بشرتي دهنيه مقدرش احكم على غسولات بشره عاديه مثلا، بس غسول البشره الدهنيه لازم ينشف لك البشره شويه، انه بيسحب كل الدهون الزايده من البشره. فانت لازم بعد ما تغسلي بالغسول تروحي حاطه مرطب على طول. فهو كان سعره 35 جنيه. هو مكتوب عليه ان هو حبوبات منقيه للبشره بخلاصه الفواكه وعشبه الليمون. هو غسول يومي، هو كان فيه زي تقشير كده، يعني حبوبات كده صغيره، هي مش باينه قوي بس كان فيه حبوبات كده صغيره كانت بتنضف كده البشره، بتعمل زي سكرابنج. فانا كنت بفضل ان استخدمه كسكرابنج كده للبشره، هي مره مرتين في الاسبوع مش اكتر، لان كتر السكراب للبشره الدهنيه بيحببها وبيخليها تعبانه ومجهده ودايما كده في سكرابات، ودايما كده في، عارفين انتوا داخلين معاها صراع وحرب. فحاولي لو انت جبتيه تستخدميه كغسول كل يوم مره واحده بس، تمام؟ لانه هو قوي بصراحه. لو هتستخدميه تاني خدي منه حته صغيره جدا وخففيها بالميه وحطيها على بشرتك. طيب الغسول التاني اللي بعده من كليو، كان عرضه كان جاي لي منه 2 الحقيقه، ده شكله اهو، من افضل واحلى الغسولات اللي ساعدت بشرتي انها تتخلص تماما من كل الحبوب اللي كانت بتطلع لي. حقيقي كان غسول ممتاز جدا جدا، اتمنى ان شاء الله لو وقع في طريقي تاني اجيبه. كان غسول ممتاز جدا يستحق سعره، بينشف البشره سيكه بسيطه برضو، بس كان بينشف لي الحبوب تماما، وكنت بصوا مستمتعه كده. يعني انا كنت شايله منه حبه صغيرين كده، اللي هو ايه يعني لو طلعت لي حبايه كده ولا اي حاجه اروح غاسله بيها. بصراحه يا جماعه من افضل الغسولات اللي استخدمتها اللي هي خلصتني من الحبوب. هو كان يعني كان بالنسبه لي اكنه غسول طبي اكتر ما هو غسول تجميلي، او ان هو غسول بينقي او بيطلع الدهون من البشره. بصراحه كان بينشف البشره، ما اقدرش انكر ده. نقطتي يعني تعليقي عليه ان انت ما تستخدمهوش في المنطقه اللي هي منطقه اللي هي حول الفم دي، ما تستخدموش عليها، ما تجيبوش ناحيه عينيكي، لانه بصراحه بينشف المكان جدا جدا جدا. بس كده. طيب الغسول اللي بعد كده اللي كنت شارياه علشان كنت مبهوره ان هو بالخيار والصبار وان هو هيرطب لي مثلا بشرتي، هو كان حلو جدا. هو من ايفون، هو بيزيل الميك اب والاتربه والشوائب، بيترك البشره مرطبه ومنتعشه، اهو بيترك البشره مرطبه جدا 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 جدا. غسول مرطب من الدرجه الاولى، بيشيل الميك اب بس بطريقه معينه، ما تكونش بله بشرتك، يعني تكون ميك اب على بشرتك وتاخدي منه تغسلي على طول، ما تبليش بشرتك ميه وتروحي تاخدي منه تغسلي. مش هيشيل معاكي ميك اب خالص على فكره، وهيبقى تقيل قوي في ان هو هيشيل الميك اب بس مش قوي، يعني مش هيشيلك الميك اب كله بسرعه، تمام؟ تحفه جدا. سعره كان وقتها حوالي 20 او 25، معرفش دلوقتي كام. كنت جايه منه برده حبوتين عشان ده كله كان في جهازي اصلا، فكان بيشيل معايا الميك اب وكان حلو جدا وبيرطب لي البشره بعد الميك اب جدا. فانا كنت بستخدمه ان انا اشيل بيه الميك اب بس بصراحه، فكان ممتاز. يعني ياخد كام من 10؟ هقول لكم دوت ياخد مثلا 9 من 10، ده 10 من 10، واللي وقع ده وده 10 برضو من 10، تمام؟ تمام. انا جايبه لكم فئات كتير قوي وجايبه لكم اسعار مختلفه. اخر غسول جربته وهو من نيجيليا او نيجيلا، نيجيلا او نيجيلا اسمها شويه يعني تقيل اهو. هو الغسول، بصوا استخدمت قد ايه، ده ليه ريفيو خاص. ده انا اشتريته مع جيلي صبار ومع
سيروم فيتامين سي. التلاتة تحفه بجد، حلو جدا، بينظف البشره، بيساعد على التخلص من الدهون الزايده وكل حاجه، بس مش بينشف لي الحبوب قوي، لان انا بصوا طلعوا لي حبايه رخمه جدا اهي، وفي حبوب تانية ببشرتي. لا حاسه ان هو ما نشفليش الحبوب او ما تعاملش مع الحبوب بالطريقه اللي انا حباها، ويمكن ده علشان محتاج طريقه تعامل معينه في الاستخدام، ان انت تحطيه على بشرتك من 3 ل 4 دقائق، وده طبعا كل الغسلات البشره الدهنيه لازم تعملي الخطوه دي، تغسلي تحطيه على بشرتك من 3 ل 4 دقائق، وبتبداي بعدها تغسلي بشرتك عادي جدا، تستخدمي كماسكز يعني، او تستخدميهم كماسك، لان الخطوه دي هتخلي يتغلغل كده جوه بشرتك ويظبط لك الدنيا. مش بيعمل رغوه خالص على فكره، عشان بس الخطوه اللي كنت عايزه اقولها، ده مش بيعمل رغوه، ده كمان ما كانش بيعمل رغوه، ده رغوته بسيطه، وده كان بيعمل رغوه تقريبا، فاكر حاجه زي كده، يعني بقالي كتير قوي ما استخدمتوش. بس كده، ده كان فيديو يعني بين الاربعه دول، يا رب يكونوا تكونوا استفدتوا منهم، ده انا هديله 8 من 10، تكونوا استفدتوا منهم. تمام، ده كان سعره 60 جنيه يا بنات، بس ما انساش. تمام اهو، يا رب كل فيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا من التجربه دي واستفدتوا منها، ويا رب لو تحبين اي حاجه تانية قولي لي تحت في الكومنتات، واعملوا لايك للفيديو وشير بقى كتير كتير عشان كله يوصل للبنات كلها. بحبكم جدا جدا، ومع السلامه.